طيب إذا كان مسافرا ويجمع جمع تقديم كأن يجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، فمتى يصلي الوتر؟ يصليها بعد العشاء، صلاة العشاء المجموعة إلى المغرب. لماذا؟ لأن وقت الوتر مقيد بالعشاء، بالبعدية بعد العشاء، سواء كانت العشاء مجموعة إلى المغرب أو كانت في وقتها. ولذلك المسافر إذا جمع العشاء مع المغرب يصدق عليه أن يقال بأنه صلى العشاء. وهذه أيضا يعني تنبيه لإخواني المسافرين الذين قد يوقعون أنفسهم في الحرج ويشقون أيضا على من معهم. وقد وردتنا بعض الاستفسارات يقولون بأنهم يجمعون العشاء مع المغرب ثم يؤخرون الوتر إلى آخر الليل وربما فاتهم، وبعضهم يلزم أهله بذلك اعتقادا منه بأن وقت الوتر في حال السفر يبدأ بعد دخول وقت العشاء، وهذا غلط. ولذلك من كان مسافرا وجمع جمع تقديم، جمع العشاء مع المغرب، فليوتر بعد ذلك، فهذه رخصة في الفريضة، فكيف بالنافلة؟ نعم.